السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا بكم في قناتكم، قناة طرق دهان السيارات. لو أنت صاحب عربية أو أنت فني أو صنايعي شغال في ورشة، شغال في توكيل، القناة دي هتهم حضرتك ويشرفنا جدا تكون معانا. هتكون قناة إن شاء الله مفيدة جدا ليك، لأننا بنتكلم عن السيارات من أول ما كانت العربية في خط الإنتاج المصنع، من أول ما كانت صاد لغاية ما اتجمعت وترشت في المصنع ونزلت في الأحواض لغاية ما اتجمعت وصلت لحضرتك، وحضرتك بتستلم العربية كعميل، بتاخد العربية لا قدر الله اتخربشت أو حاجة، لازم تعرف الخطوات السليمة اللي بتتم في عربيتك. ونفس الكلام للفني، لازم تعرف الخطوات الحديثة، لأن كل ما احنا عارفين طبعا الخامات بتتحدث والطرق بيظهر جديد. فان شاء الله على قناتنا هتلاقي كل الكلام دون. نعتمد على بركة الله. المرمى دي مهمة جدا لكل فني، لكل صناعي، لكل صاحب عربية، لازم يكون عندك فكرة. دلوقتي احنا معانا رفرف اكسدام، الاثنين جداد. طبعا الاكسدام الجديد لازم ينزل عليه برايمر ام 1 كي 2 كي. معكش برايمر 2 كي ومحتاج اللي انت تقوي الاكسدام بتاعك، زي ما احنا شفنا دلوقتي نزلنا اول حاجه بالعازل الشفاف اللي هو برايمر 1 كي، وبعد كده بالطري على طري. طبعا الرفرف الجديد لازم ياخد ويت اون ويت او طري على طري اللي هو فيلر بيتخفى بطريقه معينه حسب التي دي اس او النشره الفنيه. بتنزل بردك بعد البرايمر ال1 كي الشفاف على الاكسدام بالطري على طري اللي خدت بيه الرفرف، تاخد بيه الاكسدام يكون يقوي معاك بردك الخامه كويس قوي. بعد كده بتنزل بالبيس كود زي ما احنا شايفين كده اهو اللي هو اللون. خطوه مهمه جدا اللي احنا اتكلمنا فيها دي، لو اعتنيت بيها ان شاء الله هتفرق معاك جامد، اللي هي الطري على طري في حاله لو انت معكش البرايمر التوكي اللي احنا عارفينه وبنرش على طول، لان في ناس ما بيكونش متوفر معاها. طبعا احنا بننزل دلوقتي باللون، اللون بتاعنا بتنزل طبعا بالوش بتاعك، وبعد كده بترجع تنزل بالوش الثاني. وزي ما احنا شايفين ان شاء الله دلوقتي هننزل بالورنيش، في خطوه مهمه هسيب لك ان شاء الله الفيديو بتاع شرح البرايمرات، البرايمرات بقى الابوكسي والوش برايمر والطري على طري. ان شاء الله هتلاقي الفيديو في الديسكريبشن في الوصف، بنشرح فيه البرايمرات بانواعها. هنا احنا بنرش الورنيش اللي هو الكلير كود بتاعنا، بتنزل انت بتقفل الوشين بتوعك او الوش ونص حسب الورنيش بتاعك النشره الفنيه بتاعته هو بيترش ازاي. وفي هنا رفرف جديد، الرفرف الجديد دون فيه احيانا بيكون من جوه الشفه بتاعته مش بتلمع، في الحاله دي تتصرف ازاي؟ في فيديو هنسيبه لك بردك في الديسكريبشن في الوصف تحت، انت هتعمله فوم او لازم اقوله، هتلاقي الطريقه في الفيديو ازاي ترش الرفرف في حاله لان في رفارف بتنزل من غير اللمعه ما بتكونش موجوده في الرفرف، هتلاقيه ان شاء الله في الديسكريبشن. اهم حاجه ما تنسناش في الدعاء تدعي لامواتك وامواتنا وجميع اموات المسلمين. الحمد لله بفضل الله تم كده الموضوع. وهنا اللزقه دي بنشيلها، مهمه جدا علشان خاطر الاكسدام لو خد سخن وجيت تشيل اللزقه ممكن لا قدر الله يشلع او حاجه، فمهم جدا بتشيل اللزقه دي علشان خاطر، وهو طري الورنيش وهو طري مش هيشلع معاك ان شاء الله، بتكون محددها انت قبل الرشه طبعا. بفضل الله يا رب يكون فيديو خفيف وفيه افاده. في اي حاجه عايز تسيبها في الديسكريبشن ان شاء الله هنكمل مع حضرتك، سيبها في الوصف ان شاء الله. هنكمل معاك بامر الله وهنرد على حضرتك لو في اي حاجه. قناتكم في اي حاجه عايزين نطورها مع بعضينا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.